يا أيها الإنسان ما غرك بربك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما كما يوم الدين ثم ما أدراك
يراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الجواب ده عظيم جدا. تعالي لا اله الا الله. خلاص والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. طيب السيجارة طيب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى